هنتكلم على 3 نقط النهارده. النقطه الاولى هنربط الاحداث من العشيه لحد القداس. النقطه الثانيه هنتكلم عن الرحمه والعدل اللي اتذكرت في المزمور. والنقطه الثالثه ازاي الكنيسه بتطبق سر التجسد حي عشان كل الناس تعرفه. النقطه الاولى اللي جه العشيه امبارح كان مزمور العشيه بيقول ايه؟ لان الرب اختار صهيون ورضاها مسكنا له. صهيون هي العذراء، ودي نبوءة ومزمور بيقول ان ربنا هيتجسد في العذراء. هنلاقي كل القرايات بتاعت الشهر كهك من اوله لحد اخره بتتكلم على التجسد، والنفس البشرية بتطلب من ربنا انه يرحمها ويجي يخلصها، عشان احنا عارفين بعد خطيئة ادم كان كل واحد حتى الانبياء الابرار بيموت، كان بيتاخد ويروح الجحيم، وكان الشيطان ليه سلطان على الانسان ياخده ويحطه الجحيم، حتى الانبياء، بس الانبياء كانوا في مكان اعلى شويه، ونلاقيها واضحه قوي في القصه بتاعت الغني والعازر. كان ابراهيم كان شايف اللي هو الغني وكان بيقول له بيننا وبينكم هو عظيمه، بس كانوا الاثنين في مكان واحد. فكانت النفس البشريه عماله مستنيه الوقت اللي ربنا هيجي يخلصها. فهنلاقي كل القرايات من اول شهر كهف لحد الميلاد النفس البشريه بتنادي ربنا انه يخلصها من خطيه ويشفيها من امراض الخطيه. يبقى مزمور العشيه كان اول حاجه بيتكلم لان الرب اختار صهيون ورضاها مسكنا له، وصهيون هي العذراء. مزمور العشيه انجيل العشيه كان بيتكلم عن تطهير المخلص لشعبه من الارواح ومن الخطيه. هيجي مزمور باكر اللي اتقرا النهارده كان بيتكلم على لسان المراه الكنعانيه بتقول ايه، بتطلب رحمه ربنا، ارينا يا رب رحمتك وخلاصك. برضو اكنها النفس البشريه بتطلب رحمه ربنا ان يجي ويخلصها من الخطيه. وانجيل باكر كان بيتكلم على ايمان المراه لما بيقول يا امراه عظيم ايمانك ليكن لك ما تريدين، فشفيت ابنها من تلك الساعه. وبرضو بتبين ان ربنا بيجي عشان يشفينا من خطايانا وامراضنا. البولس بتاع النهارده اللي حضر وسمع كان بولس رسول من روميا 4:24 عن ابراهيم لما امن بالله فحسب له برا. ونفس لما ابراهيم امن بالله بالضبط اليسا بط قالت العذراء العذراء فطوبى للتي امنت ان يتم لها من قبل الرب. برضو كل القراءات مربوطه بالميلاد ومربوطه بخلاص ربنا. الكاثوليكون بيقول ان الظلمه قد مضت والنور الحقيقي الان يضيء. برضو المسيح هو نور العالم، اشاره ان المسيح هيجي العالم بنفسه. البراكسيس كان بيتكلم عن الفصل عن موسى وعن العليقة، وموسى هو رمز المسيح، والعليقة اللي احنا عارفين العليقة اللي هي ايه، رمز للعذراء زي ما بنقول في المديح، العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية عشان العذراء حملت اللاهوت جواها وما حصلهاش حاجة. وبعد كده مزمور القداس بتاع النهاردة بيتكلم عن الرحمة والعدل، بيقول الرحمة والعدل تلاقيا. وبعد كده نتكلم على انجيل القداس النهارده كان جايب زياره مريم لاليزابات، واول ما الملاك بشر مريم على طول العذراء راحت عشان تزور اليزابات، مش عشان تتاكد من كلام الملاك، لا علشان تخدمها وعلشان تبارك لها وتهنئها. وعارفين طبعا المعجزه الكبيره اللي حصلت بالروح القدس لما يوحنا المعمدان ارتقد في بطن اليزابات وسجد للسيد المسيح، ودي برضو لما الملاك قال لابوه ان هو هيكون مملوء من الروح القدس. دي النقطة الاولى اللي هي ربطات القرايات كلها. النقطة الثانية الرحمة والعدل تلاقيا. امتى الرحمة والعدل تلاقيا؟ دي بيشرحها القديس اثناسيوس في كتاب اسمه تجسد الكلمة. بس قبل ما نبتدي في النقطة دي لازم نعرف ليه المسيح نزل على الارض، وليش معنى ربنا هو اللي لازم يتجسد مش اي حد تاني. يعني انا كنت في واحد في الشغل بيقول لي انتوا بتؤمنوا المسيح هو الله؟ قلت له طبعا احنا بنؤمن المسيح هو الله. هيقول لي طب ازاي الله جه وخد جسد ومات ازاي وربنا بيموت؟ وبنلاقي الاسئله اللي بتحصل، يمكن مش هتحصل معاكم، هتحصل مع جيرانكم، يمكن حد هيجي يسالكم، يمكن ولادكم هيجي يسالوكم هتردوا عليهم ازاي. ودي مش حاجه سهله. إذا كانوا لحد دلوقتي شهود يهوى لا يؤمنوا إن المسيح هو الله، لحد ده كان فيها هرطقة كبيرة بتاعت أريوس اللي هي شهود يهوى خدت منها، والمجمع نيكا اتعمل مخصوص بسبب إن هو كان لا يؤمن المسيح هو الله، وإزاي يقول إن المسيح هو الله والمسيح تجسد، وإزاي كان جايب آيات إن كان فترة بين المسيح وبين الله وقعد يلخبط الدنيا. وفي بعدها بطرو برضو كان أريوس ده كاهن، بعدها في
بطرك هارتك برضو، وقال ازاي نطلق على العذراء انها تبقى والدة الاله، ازاي واحدة تبقى والدة الاله، ازاي تلد الاله. برضو اتعمل مجمع وراح فيه الانبشنور رئيس المتوحدين والبابا كرولوس عمود الدين وردوا على الهرطقات دي كلها. فدي حاجات مش سهلة، احنا هنقولها بحاجات بسيطة بحيث ان احنا نعرف كنيستنا ايمانها عاملة ازاي، وبعد كده ناخد النقطة التالتة ازاي الكنيسة بتطبق الحاجات دي علشان نشوفها كل قداس ونعرفها. اول حاجة اي واحد بيخطأ ما بيخطأش لحد، بيخطأ لله، والمزمور بيقول لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنع. يعني اي خطية انا بعملها تبقى خطية موجهة لله. ادم لما اخطأ مش حكاية ان هي خطية ان هو اكل من الثمر، لا ده هي اكبر من كده. اولا ادم وثق في كلام الحية والشيطان اكتر ما يثق من كلام ربنا. ليه؟ ربنا قال له اما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لان يوم تأكل منها موتا تموت، قال له كده. دي اتذكرت في تكوين 2:17. هنلاقي الحية قالت له ايه في 3:4؟ فقالت الحية للمرأة لن تموت. يعني ربنا قال لكم حاجة سمعتوش الكلام وراحوا سمعوا كلام الحية. ربنا لما يقول الحاجة لازم يعملها، ونشوف القديس أثناسيوس بيشرحها زي بعد كده، بس نشوف ازاي خطية آدم مش بس خطية ثمرة. ده أول حاجة خطية عدم ثقة بكلام الله، تاني حاجة عدم إيمان بالله، ثالث حاجة كانت كبرياء إن هو عايز يتنافس ويبقى زي ربنا. بيقول إيه الكتاب المقدس؟ بيقول الحية قالت لهم بل الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. يعني انتوا عايزين تبقوا زي ربنا عارفين الخير والشر. كانت خطيئة عدم ثقة، عدم إيمان بكلام ربنا، خطيئة كبرياء عشان هيبقى زي ربنا. نمرة ثلاثة كانت عدم محبة، عشان الإنجيل بيقول الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني. بعد كده كانت مخالفة لله وعصيان لله وتحدي لوصايا الله. كل دي كانت خطيئة آدم، مش بس حكاية ثمرة إنه خدها، لا، واحد عايز يبقى زي ربنا، واحد لم يثق في كلام ربنا، واحد لم يؤمن بكلام ربنا وسمع كلام الشيطان. الشيطان قالت له تعمل كذا، وكان ثمن ده كانت حياته عشان ربنا حذره، قال له موتا تموت. عقاب الخطية ده كان عقابه إيه؟ كان ليه أربع عقابات. ربنا قال له موتا تموت، أول حاجة الموت الجسدي، إن هو الروح بتنفصل عن الجسد، ده بيحصل لأي حد. تاني حاجة الموت الروحي وابتدى ينفصل على الله، كان عايش مع ربنا في الفردوس، ربنا طرده برا الفردوس، ده الانفصال الروحي، الموت الروحي. تالت حاجة الموت الأدبي، عشان آدم كان مخلوق على صورة الله ومثاله، وبخطيته فقد الصورة الإلهية. رابع حاجة الموت الأبدي وهو الهلاك اللي هو ربنا جه خلصنا منه، إن هو الإنسان لما بيموت مش هيارس الحياة الأبدية. فكان عبارة عن أربع عقبات في الموت ده، وبعد كده الموت اللي هو الأدبي ده اللي حصل إن الإنسان بعد كده بيموت. اللي حصل بعد كده آدم خلف ناس، كل واحد مولود من آدم ورث الطبيعة اللي هي بتاعة آدم، إن هو هيموت ومش هيارس الحياة الأبدية. فكلنا ورثنا خطية، وبإنسان واحد جه الخلاص، وبإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم كله. الإنسان ممكن يكون عايش وبيتنفس لكن ميت روحيا، والإنجيل ثبتها بيقول إيه؟ هنلاقوها في سفر اللقاء 15:24، بيقول إيه؟ ابني هذا كان ميتا، في قصة الابن الضال. ثاني نقطة في سفر الرؤيا لما بيقول إنها ميتة وهي حية على المرأة المتنعمة، وتالت آية واضحة أو في رؤيا 3:11 لما بيقول عن ملاك كنيسة سردس لك اسم إنك حي وأنت ميت. ممكن يكون إنسان عايش طبيعي وبيشتغل وبيأكل ويشرب لكن ميت روحيا، ولما ينتهي هينتهي للهلاك. جه ربنا بقى عمل ايه؟ اللي قال الكلام ده القديس أثناسيوس في كتاب اسمه تجسد الكلمة، والكتاب ده يمكن اعظم كتاب لاهوتي كتب في تاريخ المسيحية، ان هو رد بيه على الاريوسية وبيرد بيه على الشهود يهوى. وأثناسيوس لما كتب الحاجات دي كان عنده حوالي 20 سنة،
وكان شماس، وكان وقف في مجمع نيقيا، وكان هو الشماس الواحد الوحيد، وكان في بطارقة من على مستوى العالم كله، ووقف وجادل أريوس وقدر ينتصر عليه وحرمه أريوس. بيقول الكلام ده قديس أثناسيوس الرسولي، بيقول ايه؟ ربنا قال لآدم موتا تموت، يوم تأكل منها موتا تموت، فكان لابد أن يموت الإنسان، وإلا كان الإنسان ليموت لكان الله غير صادق. يا ربنا حكم على الإنسان قال له موتا تموت، لو الإنسان ما ماتش هيبقى في حاجة من اتنين، ربنا هيبقى غير صادق وغير عادل. الصدق يقتضي أن ربنا لما يقول حاجة لازم ينفذها، والعدل ربنا لما ياخد عقوبة على إنسان يبقى لازم ينفذها. لكن من الناحية التانية بقى ده عدل الله، أول نقطة دي كانت عدل الله. رحمة الله بقى من الناحية التانية، وهنا المزمور اللي بيقول العدل والرحمة تلاقايا، وهو ده النبوءة بتاعت المسيح اللي هيتجسد عشان ينقذ الإنسان برحمته. من الناحية الأخرى كان لابد إن الإنسان لا يموت. لماذا؟ Very important إن الإنسان ما كانش يموت. أول نقطة لأن موته ضد محبة الله ورحمته، علشان الشيطان ده أكبر من الإنسان وكان أقوى منه، ولو الشيطان انتصر على الإنسان فدي ضد محبة ربنا ورحمته. تاني نقطة ضد كرامة الله، لأن الإنسان كان مخلوق على صورة الله ومثاله والشيطان هدمه، فدي ضد كرامة الله. تالت نقطة ضد قوة الله، علشان ربنا أقوى ولا الشيطان؟ طب أنا خلقت حاجة ومش قادر أحميها، يبقى الشيطان أقوى مني. يبقى تالت نقطة ضد قوة الله. يبقى أول نقطة كانت ضد محبة الله، تاني نقطة ضد كرامة الله، تالت نقطة ضد قوة الله، رابع نقطة ودي مهمة ضد حكمة الله. ليه ضد حكمة الله؟ كان في مشكلة ربنا عايز يحلها ومش عارف يحلها، فدي ضد حكمة الله. فكان لازم ربنا يعمل حاجة عشان ينقذ الإنسان، وكانت بعد كده ضد ذكاء الله، لأن كانت هناك مشكلة الإنسان يموت أم لا يموت، وكان لابد العقل الله أن يتدخل لحل المشكلة، وينتهي الأمر إن هو عقل الله اللي هو اللوجوس اللي هو الابن اكنوم الابن، إن هو هيجي وتجسد وينزل على الأرض. الخطية دي صدرت ضد الإنسان. الإنسان أخطأ لمين؟ لالله. الله ده محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. أنا لو أخطأت الشماس غير لما أخطأ لكاهن، غير لما أخطأ مع أسقف، غير لما أخطأ مع بطريرك، غير ما أخطأ مع الله. الله غير محدود، يبقى لازم اللي يوفي الخطية دي يكون إنسان غير محدود، وإنسان عشان يوفي الخطية دي يبقى إنسان بلا خطية. فمين غير محدود؟ مفيش غير واحد بس اللي هو الله. الله ده روح، هينفع يفدي الإنسان؟ مش هينفع. الإنسان ده جسد وروح ونفس، الله بس روح، محدش يقدر يشوف الروح. فلازم الله عشان يبدي الإنسان ياخد جسد للإنسان عشان يفديه بيه، وهو ده اللي حصل. لو الله، لو العذراء كانت ولدت إنسان طبيعي وبعد كده الله حل فيه، يبقى اتولد بالخطية زي أي حد بيتولد. لكن اللي حصل إن الروح القدس حل على العذراء وطهر مستودعها وحبل بالمسيح من الروح القدس، اتولد إنسان كامل وإله كامل في نفس الوقت. طب الكلام ده صعب، نشوف الكنيسة بتعمله إيه عشان تسهله على الناس يفهموه. أول ما خش من الكنيسة في أوضة في كل كنيسة اسمها بيت لحم. بيت لحم دي إيه؟ حد يعرف دي إيه؟ أوضة القربان. وبيت لحم دي اتولد فيها مين؟ المسيح. بيت لحم كان لازم يتولد فيها المسيح، عشان المسيح جاي من نسل داود، وداود الملك كان مولود في بيت لحم، فلازم المسيح كان يتولد في بيت لحم. ولما جم المجوس يروحوا يدوروا على المسيح راحوا بيت مين؟ هيرودس. هيرودس الملك ده كان ملك متعين، لكن الملك الشرعي اللي هو كان الملك اللي هيجي من نسل داود وهو كان المسيح. بيت لحم جوه بيحصل ايه؟ في طبيعتين مختلفين، بيبقى عندنا الميه والدقيق. الدقيق ده ممكن يتمسك، ممكن يتشاف، ممكن يتنخل. الميه دي ما تقدرش تمسكها، ما تقدرش تشمها، مش بس ميه، والاثنين بنخلطهم على بعض بيدونا طبيعه جديده اللي هي تبقى ايه؟ العجينه. هو ده اللي حصل بالظبط. الله روح اتحد بالجسد اللي بيتشاف وبيتمسك، وعملوا طبيعه جديده اللي هي
بقت ربنا الإله المتجسد، وبولس الرسول بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد وخده الجسد اللي هو بنقول لحد آخر دقيقة نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فالكنيسة عشان تبسط للناس بتشرح لها كل حاجة من أول بيت لحم، أو ما قبل ما يخشوا الكنيسة بنلاقي أوضة القربان بياخد المية اللي هي بترمز للاهوت، عشان دي حاجة ما بتتمسكش ما بتتشافش ملهاش أي خواص، بحاجة تانية الدقيق المادة، ويدخلتوا مع بعض يطلعوا عجينة طبيعة واحدة. بس هم أصلا كانوا الأول إيه؟ طبيعتين مختلفتين بالضبط، زي طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت لما اتحدوا مع بعض. دي أول نقطة. تاني نقطة بيحصل إيه؟ بيت لحم بيتحط خميرة في العجينة دي. الخميرة ترمز لإيه؟ الخميرة ترمز للخطية. الله لم يخطئ لكنه حامل الخطية. بنحط مع العجينة دي الخميرة التي ترمز للخطية، وبعد كده الشماس بياخد العجينة دي ويحطها في الفرن. بتيجي العجينة دي تتطبخ وبتكوك، بيحصل ايه؟ الخميرة دي بتطير بفعل الحرارة وبتطلع متحمرة ومتحمصة القربانة اللي هتبقى الحمل. هو ده اللي حصل في الصليب. ربنا خد الطبيعة بتاعتنا الخطية وطلع على الصليب ووفى الدين بتاعنا والكفارة، وخد طبيعة جديدة اللي هو قام بيها، اللي هي الطبيعة دي اللي هتبقى بتاعتنا لما نقوم في نهاية الأيام، وهيبقى الجسد الممجد. دي أول حاجة بتحصل عشان توري للناس يفهموا إزاي الخلاص ده حدث. كنيسة مرشدة بالروح القدس موضح كل حاجة. الحمل اللي بتولد في المزود ده بتولد على إيه؟ بتولد على قش. تيجي الكنيسة تعمل إيه؟ تجيب الحمل وتحطه في طبق القربان، ويبقى الطبق ده كله من القش. معلش هم هنا موضبينه شوية، لكن لو نبص في كنائس في مصر بتحط على طبق من القش عشان الحمل اتولد في قش. وكان لازم الحمل يتولد في مزود، ونلاقي ان العذراء ولدت السيد مسيح في مزود عشان هو ده حمل الله الحامل خطية العالم. وده اللي قاله يوحنا، وده ابونا بيقوله بكل قداس قبل ما نقول كده للسون لما القداس يبتدي. دي اول حاجة، ابونا بياخد الحمل، الشماس بيقدم له الحمل في الطبق اللي هو القش ده عشان ده هو حمل الله. ابونا لما يتقدم له الحمل لازم يبقى عدد فردي، يبقى 3 يبقى 5 7 9 11 13. ابونا ياخد الحمل ويبتدي العدد الفردي، بعد كده يبقى عدد ايه؟ دبل. ليه؟ عشان لما المسيح كان معاهم وبعد كده ارسل التلاميذ ايه؟ ارسلهم 2 2 بالظبط زي ما الانجيل بيقول. الكنيسة ماشية بالظبط. ابونا اول ما ياخد الحمل بيعمل ايه؟ بيمسحه. ليه؟ عشان هو ده الممسوح من الروح القدس، وهو ده اللي هيخلص البشرية، وهو ده اللي بنقول اللي هو الله الظاهر في الجسد الممسوح. فابونا بيمسحه. في على ايد ابونا اليمين حاجة، وفي على ايد ابونا الشمال حاجة. الشماس على ايد ابونا اليمين، حد يعرف ماسك ايه في ايده؟ ماسك الكرورة الأباركة اللي هتبقى الدم. عارفين ليه لازم يقف على ايده اليمين؟ عشان المسيح على الصليب لما ضربوه بالحربة بجنبه اليمين نزل منه ايه؟ بنقول للناس الدم اللي نزل على الصليب ده هو الأباركة دي اللي هتبقى دم المسيح، هيبقى دم حقيقي، هو دم المسيح. الناحية التانية بيبقى على اليمين المية، عشان لما هينزل دم هينزل دم ومية، ويثبت ان هو الله ظاهر في الجسد. لحد آخر لحظة كان هو المية والدم في جسمه. أبونا بعد كده بياخد الحمل ده وبيقمته، بيلفه في اللفافة. ليه؟ عشان العذراء خدت المسيح وعملت فيه ايه؟ أو موجته قمطته بأطياب وقمطته لفته. أبونا بعد ما ياخد الحمل ده وهو ملفوف بيحطه في الصينية، الصينية هنلاقي عليها حاجز كده زي بنسميها النجم أو القبة. النجم ده هو النجم بالظبط اللي أرشد المجوس علشان توصل لبيت لحم عشان يلاقوا المسيح. وأول ما أبونا بيمسكه ويخش الهيكل الشماس، أبونا ياخد حبة مية ويعمل إيه على الجسد ده أو اللي هيبقى الجسد؟ يعمده. عشان المسيح قبل ما ابتدى الخدمة بتاعته، خدمة الصليب، اتعمد. ونلاقي ان الوقت ده اهم وقت، ابونا بيمسك الطلبات كلها وتلاقوه سجد كده على المسبح وعمال يقرأ كل واحد.
اللي طالب طلبه من ربنا واللي ما طلبش، اللي يقول عندي حد ابونا يقول اذكر يا رب المسافرين، اذكر المنتقلين، اذكر اذكر، ويطلب كل الطلبات. ولو واحد مقدم حاجه، ابني عنده امتحان، ابني مش عارف ايه، كل الحاجات دي ابونا يقراها. طب اشمعنى الوقت ده اللي ابونا يقرا فيه؟ عشان الوقت ده لما يوحنا المعمدان عمد المسيح حصل ايه؟ السماء اتفتحت. فالوقت ده السماء مفتوحه، فالطلبات اللي ابونا بيقولها بتطلع ايه؟ السماء. بالظبط كل حاجه حصلت في الانجيل الكنيسه بتعلمه لنا في القداس خطوه خطوه، بس عايزانا نكون فاهمين اللي بيحصل. ابونا بعد كده يلف، وبعد كده يبتدي يقول مجدا واكراما، كل الناس بتسجد. كل الناس بتسجد ليه؟ زي ما المجوس لما راحوا عشان بالهدايا للمسيح عملوا ايه؟ سجدوا لهم. كل خطوه بتتعمل بتتنفذ بالظبط كده. المهم عند اخواتنا التانيين بقى بقيه الكلام بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الله غفور رحيم، فربنا غفر لادم، وعشان كده احنا ما بنقولش ان ايه؟ ان ربنا ينزل على الارض. قلت له صح، ربنا غفور رحيم، لكن لو صح ربنا كان غفر لادم، ليه احنا لسه على الارض؟ مش كان زماننا رجعنا تاني الفردوس؟ انا لو سامع حد كان في الشغل عمل غلطه وجينا نطرده من الشغل، قال لنا خلاص معلش قمنا سامحناه، يبقى هنعمل له ايه؟ هنرجعه الشغل. ادم اخطا، ربنا طرده فين؟ من الفردوس، نزله على الارض. احنا لسه على الارض ولا في الفردوس؟ على الارض. يبقى ربنا سامحه، ربنا فداه وخرجه، وفي ايقونات مظبوطه للقيامه. ربنا مكسر متاريس الموت ومطلع ادم وحواء من الجحيم بعد القيامه. في ايقونات كده تلاقوها في الكنيسه الجريك، ربنا بيطلعهم من الجحيم، ودي تثبت لما الشيطان جه يقبض على الروح. فاكر المسيح لحد اخر لحظه على الصليب مش عارف هو الله ولا مش الله، فجه يقبض على روحه زي ما كان بيقبض على اي حد. فالمسيح هو اللي ربط الشيطان ونزل وطلع كل الابرار اللي من الجحيم، وهتلاقوها في متى 28 او 29، بيقول كل الناس اللي كانت ميته على الرجاء طلعت وابتدت تمشي في المدينه. اخر نقطه، لو المسيح كان غفر لادم وما عاقبوش زي ما الانجيل بيقول، هيجي انا في اخر الايام لما يجي ربنا عشان يعاقبني عشان اخطيت، اقول له يا رب سامحني، هيقول لي لا ده انت اخطيت، اقول له اشمعنى انت سامحت ايه؟ ادم. فلازم كان خطيه الانسان، اجره الخطيه هي موت، وكان بسبب خطيه الانسان لازم واحد بريء يموت. وعشان الانسان البريء، انا اخطيت ضد الله والله غير محدود، لازم يكون حد غير محدود، وعشان الحد الغير محدود ده يدي الانسان لازم ياخد طبيعه انسانيه، وعشان هو غير محدود طبيعته والكفاره اللي عملها لنا تبقى تمشي لكل العصور وكل الاجيال، للي ماتوا واللي هيموتوا واللي موجود دلوقتي وبعدين. وده كل ده اللي شهر كياه ماشي فيه يشرح لنا قصه الخلاص ستيب باي ستيب، من اول يوحنا المعمدان اللي جاي عشان يعد الطريق للمسيح، لتاني اسبوع لبشاره العذراء اللي هيتولد منها هيقولها ده من الروح القدس، لتالت حاجه لما هيجي يوحنا المعمدان يشوف المسيح النهارده ويسجد له هو بطن العذراء بالروح القدس، والاسبوع الجاي اخر اسبوع في كهف ميلاد المسيح، وبعد كده تلاقي كل السلسله لحد اعظم حدث في البشريه هو تجسد الله. وزي ما قلت بولس الرسول قال عظيم هو سر الله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. كان اشعياء برضو بيتنبأ في العهد القديم في اشعياء 19 عمانوئيل، وبعد كده بنلاقي باروخ حتى في الاسفار القرانيه بيقول ان الله نزل وتمشى بين الناس ونزل بجسده. كلها نبوءات، وما ينفعش اي حد غير ربنا اللي يعمل الحكايه دي. يعني حد اي دين اي حد يقول ربنا مش هو اللي تجسد ومات على الصليب، يبقى لسه مستنين حد يخلصهم ولسه واعيين في خطيتهم. هي المساله مش مساله ان احنا بس احنا اللي صح، المساله ان هي هو ده المظبوط. يعني اللي فاكر ان مش عارف النبي ده ايه والنبي ده ايه، ولا مش معقول المسيح هو يبقى الله وشوجيها وكل ده، الفكره ان هم مش فاهمين. واحد اخطا ضد الله والله غير محدود، لازم واحد غير محدود يخلصه. يعني ملهاش حل تاني. واحد يقول طب ده انسان كويس، ده يعرف ربنا، ده بيتبرع، ده بيعمل، مش اناف. الانجيل موضحها فيري كلير في يوحنا 3:3 ويوحنا 3:5، بيكلمهم من لم يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات. فيري كلير، وعدها تاني.
فهي مش مسألة فصال، مسألة يعني يا أبيض يا أسود، يعني متأكد إن واحد خلصك وماشي في وصاياه وماشي معاه أو لسه مستني واحد، ما فيهاش فصال وما فيهاش إن إحنا بنجامل حد. يعني واحد بيسألني بيقول لي مش أنتوا تنبأتوا على مش الإنجيل عندكم بيتنبأ على النبي بتاعنا إنه جاي؟ قلت له لا، قلت له الإنجيل بس قال إن في أنبياء كاذبة جايين بعدي، ما نعرفش حاجة تانية. جاب لي كتاب من المكتبة جايبه بيقول أصل هو قرأ كتاب ليا كان عن سفر حكمة سليمان، وانتوا عارفين ان سليمان برضو في اخر حياته لخبط وكان اتجوز نساء غريبات وابتدى يكتب بعد كده الكل باطل في مهب الريح. فبيقول ازاي نبي ويخطئ؟ قلت له احنا لا نؤمن بعصمة الانبياء، اي انسان على الارض يخطئ، حتى العذراء بتقول انا ببتهج بالله مخلصي، يعني الكاثوليك بيقولوا لا ده العذراء ساعدت في الخلاص، احنا نقول لا ده العذراء كانت محتاجة الخلاص زيها زي اي حد، وهي قال كده بنفسها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، يعني هي كانت محتاجة الخلاص زي اي حد. فيقول ازاي نبي يخطئ فمحدش يأمن بالنبوة؟ قلت له ده لازم عشان يبان ان الانجيل صح، عشان بيقول الانجيل طبعا متحرف، ان هو اليهود كتبوا كل حاجة مظبوطة بإرشاد الروح القدس، حتى الإنسان اللي أخطأ كتبوه. أنا لو ملخبط في الكتاب بتاعي طب ما أنا بين الحسنات بس اللي عندي وبينش أي أحد أخطأ. المهم جايب كتاب من الكتب قد كده ومكتوب عليه مش عارف مين اللي كتبه وإيه، والراجل أول الكتاب بيقول ربنا شاهد عليا إن الكلام ده مظبوط، وأنا ناقل الكلام ده من الإنجيل والتوراة والمزامير والكتاب بتاعهم. أول ما فتحت الكتاب ده بيقول على صمويل مسمينه طالوت وقصة داود حاجة فاني مش وقتها. قلت له الراجل ده كذاب بس كده، بيستشهد بالإنجيل ومش جايب أي حاجة من الإنجيل، حتى مش كاتب الشاهد، وهم طبعا عندهم مسح مخ مش فاهمين أي حاجة عن حاجة. فهتتسألوا الحاجات دي إذا كان مش غير مسيحيين، هتتسألوا من مسيحيين أو ناس بتعتبر فكان نفسها مسيحيين زي شوديها والسبكين والناس دي. فلازم تعرفوا المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لو ما كانش الله يبقى ظاهر في الجسد وهو اللي يموت على الصليب يبقى احنا باطل هو ايمان. وده اللي حصل في العهد القديم، ربنا شرح لهم خطوة خطوة. كان الانسان اللي بيعمل خطية بيجيب ذبيحة خروف ولا اي حاجة من اللي بيطلب، وكان بيحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطيته، وكان الكاهن يقوم ذبح الذبيحة دي قدامه علشان رب يقول له ان في حد بريء مات عنك على الخطيه اللي انت عملتها. وربنا عمال يعد الشعب كله لحد اللحظه اللي يقول لهم عشان لما يجي المسيح يكونوا كلهم معدين وفاهمين. طب انتوا عارفين ابونا في الاخر بيرش ميه ليه على الناس؟ هدي برضو متاخده من العهد القديم. كان في العهد القديم شريعه الابرص، كان الانسان الابرص كان ممنوع ان هو يخش، كان الكاهن اللي يطلع له بره ويشوف ويعمل عليه تشيك برق ولا لا، عشان كان البرس عندهم في العهد القديم بيعتبر زي نتيجة خطية وكانوا بيخافوا ان هم يتعدوا، فكان بيطلع له الكاهن بره ويعمل عليه تشيك يشوفه لو ابرق بيعمل ايه، بيجيب عصفورين، عصفور بيذبحه يجيب طبق مية وعصفور يذبحه والدم بتاعه في المية، والعصفور التاني يعوصه بالدم والمية ويطيره ويبص على الانسان الابرق ده ويمسك نبات الزفة ويرش عليه مية بيه، يعني الإنسان ده أبرأ. حتى داود النبي بيقول إيه انضح عليا بزفاك فإيه فأطهر، كل ده مرتبط ببعض. أول ما يشوف الإنسان ده أبرأ ويرش عليه المية يعني بيقول للناس ده خلاص الإنسان ده أبرأ، ممكن يختلط معاكو ممكن بقى اتبرأ وخلاص، يبقى رجع خيمة الاجتماع تاني ويرجع يمكس مع الناس تاني، ما يتعزلش لوحده زي ما كان بيحصل في أهل القديم. العصفور اللي بيتذبح ده رمز المسيح اللي هو مات على الصليب، العصفور اللي بيبله بالمية والدم ده ويطيره رمز المسيح اللي فدى الانسان وطار، كلها رموز بيننا. عشان كده ابونا بعد ما القداس يخلص ويقول قدسات للقدسين وكلنا نتقدس وخدنا الروح القدس بالجسد الرب ودمه جوانا، فابونا بيرش علينا المية يقول لنا خلاص انتوا تبررتوا وتقدستوا وتروحوا تميكس مع الناس بره مش خايفين عليكم، وعشان كده بيرش مية على الناس كلها وهي خدمة. كل سنة طيبين. الحد الجاي هيبقى اخر حد في كياه، الحد اللي بعده مش هيبقى كياه، هيبقى بس قداس البراموت.